This conference will now be recorded. مرحبا جميعا. Thank you كلكم تفوتوا على الويبينار. اليوم حنحكي عن موضوع كثير مهم. الكل بيسألني عن كثير منتجات للمرأة الحامل أو للحوامل. شو فيهم ياخذوا لما يكونوا حامل وشو ما لازم ياخذوا. فاليوم هيك حضرت برزنتيشن صغيرة وحبثت لكم عن المنتجات اللي بإمكانكم تاخذوهم إذا كنتوا حامل، شو هن المنتجات اللي لازم نتجنبهم إذا كمان كنتوا حامل. سو حنبلش هلأ بأول برزنتيشن. هتشوفوا هلأ قبل ما نبلش هأحكي عن أول سلايد لليوم هو عن المنتجات اللي لازم تاخدوهم لتأول خصوبة، هيدا قبل ما تصيروا حامل. شو هن المنتجات اللي لازم واحد ياخدهم لنأول خصوبة؟ أول شيء عنا الفوريفر مالتي ماكا، أكيد عنا الفوريفر رويال جيلي، الفيتالايز من وومن، فالاثنين فيهم ياخدوهم المرأة وكمان الرجال، وعنا الفوريفر أركتيك سي لأنه بأول دورة دموية، وعنا الفوريفر ألوبيري نكتار، هذا خصيصا منيح للمرأة لأنه فيه كرانبيري فبيساعد على مثل تنظيف ال شو بدنا نقول يعني مثل الأوفريز. وآخر شيء فوريفر جينشيا. هول هن المنتجات يلي بتاخدوا قبل ما المرأة بدها تصير حامل أو حابة تحمل، فهول بيساعدوها على تقوية الخصوبة. هلأ الجهد المنتجات اللي فيها المرأة الحامل تاخدهم من منتجات Forever Living Products اللي حيساعدها اللي ما حيأثر actually على الحمل. أول منتج اليوم هو الألو بلاسم هيربال تي. ليه هيدا الشاي بإمكان يتاخد إذا كانت المرأة حامل؟ لأنه أول شيء ما فيه كافيين فما حيدل أبداً على الجنين. ثاني شيء ما فيه كالوريز، وكمان إذا المرأة حابة تحافظ على وزنه حيساعدها هذا الشاي، بس أهم شيء أكيد ما نزيد له سكر بهالحالة. ثاني شيء طعمه كتير رائع وفيكم تستخدموه بطريقة الباردة اللي هو الآيس تي أو طريقة سخنة اللي هو الشاي العادي. أوكي، سو هذا كان أول منتج اليوم. ثاني منتج هو الفيلز أوف جرين. ليه الفيلد اوف جرينز كمان كثير مهم للمرأة الحامل؟ لأنه مثل ما بتعرفوا عادة المرأة الحامل بيصير معها امساك أو مشاكل بالهضم. فيلد اوف جرينز هو الحل لأنه بقلبه مضادات أكسدة وبقلبه مثل كل شيء خصه بالخضرة وبالخضروات يعني بيسكلي. بيساعد كمان على نظام مستوى السكر بالجسم، ومثل ما قلنا كثير منيح للامساك ولا اذا كان حدا عنده مشاكل بالهضم. فهيدا بيجي فيها لعلبه 80 حبه وفيكم تاخذوا حبه مرتين بالنهار. اوكي، سو هيدا مثل ما قلنا فيلز اوف جرينز كمان فيها المرأة الحامل تاخذه. المنتج الثالث اللي هو الفوريفر لايت الترا. ليه كثير مهم انه عاده بنقول المرأة الحامل لازم تكتر البروتين من المرأة اللي منها حامل، لانه بيصير عم تحرق أكتر والجنين بيصير عايز كمان بروتين أكتر ليكبر. فبالفوريفر لايت الترا مثل ما بنعرف هذا الشيك وبقلبه بروتين عالي كتير، فيكم تستخدموه مع حليب عادي أو أي نوع حليب بدكم، حتى الألمند ميلك أو الكوكونات ميلك. أوكي، وبتلاقوا 14 جرام للبروتين بكل ملعقة. أوكي، ففيكم كمان تعملوا بانكيكس او فيكم كمان تعملوا مثل بانكيكس او حتى ايس كريم اللي بدكم، بيعطيكم نتيجه كثير طيبه. ومثل ما قلنا فيها المرأة الحامل تاخذ من فوريفر لايت الترا. اوكي، هلا المنتج من فوريفر يلي بعده يلي فيها المرأة الحامل تاخده، سوري، هو الفوريفر بي 12 بلس. هذا المنتج ليه كثير مهم جدا للمرأة الحامل؟ لأنه
فيه فيتامين بي 12 يلي هو كتير مهم لأول 3 شهور من الحمل مع الفوليك أسيد. هيدي كمان حتى المرأة اللي حابة تحمل فيها كمان تاخده قبل ما تبلش بحملها. كمان فورايفر بي 12 ليه كتير مهم اللي عنده للشخص اللي عنده أنيميا أو عنده فقر دم، بيعليلكم الطاقة. بتعرفوا قد لما المرأة الحامل تكون تعبانة عايزة طاقة أكثر، فالبي 12 بيعطي هذا الشيء وبيخليكم تركزوا أكثر وتصير ذاكرتكم أحسن. وكمان كتير مهم للعالم اللي بياكلوا بس نظام غذائي ما فيه أبداً مشتقات للحيوانات، فبي 12 بيكون بيرفكت لكم. فيكم تاخدوا حبتين بالنهار أفضل بعد الوجبة، بيجي فيه 60 حبة العلبة. هلا المنتج اللي بعده اللي فيها كمان المرأة الحامل تاخده هو الفوريفر نيتشر مان. الفوريفر نيتشر مان ليه مهم جدا؟ لأنه عايز المرأة الحامل بيكون عندها لازم لها تاخد حديد أكتر، ففيها تاخد نيتشر مان. نحن نيتشر مان هو أكتر منتج بالفوريفر عنده برسنتج من الحديد العالي، فبتلاقوا أكتر والمستوى من الحديد بهذا المنتج أعلى شيء عندنا بالفوريفر. وليش كمان نيتشر مان كتير مهم للمرأة الحامل؟ لأنه بيساعد كمان ليكون عندنا عظام صحية. فبتعرفوا المرأة الحامل بتاخد كتير منها كالسيوم لما تكون حامل، ومنيح كمان للأنيميا يعني فقر الدم. تجي هالعلبة فيها 180 حبة، فيكم تاخدوا 6 حبات بالنهار كمكمل غذائي. أنا بنصحكم تاخدوا مثلا 2 على الترويقة، 2 على الغداء، و2 على العشاء. هلا هذا المنتج كمان كلنا بنحبه، ومين ما كان فيه ياخده، هذا مشان هيك شيء كثير بحبه بهذا المنتج، الفوريفر أركتيك سي. فرايفر أكتيك سي بقلبه الأوميغا 3. أوميغا 3 كتير مفيدة لكذا شغلة، أول شيء للعقل، للدورة الدموية، وكمان بتساعد على الحفاظ على مستوى ضغط الدم، وكمان الكوليسترول والدهون. المهم أنه فيها المرأة الحامل تاخده لأنه ما حيأثر على الجنين، وحيعطيها كمان شوية طاقة وبيحسن لها الدورة الدموية. تجي العلبة فيها 120 حبة، فيكم تاخدوا حبتين بالنهار 3 مرات، يعني 6 حبات بالنهار كمكمل غذائي. هلا خلصنا من المنتجات، يلي هي فيها المرأة الحامل تاخدهم لما تكون حامل. بس شو هي هلا المنتجات يلي بالأفضل نتجنبها لما تكونوا حامل؟ أول منتج هو الفوريفر ألوفيرا جل. من الأفضل ما يتاخد أكيد لما المرأة تكون حامل، لأنه الجنين بركي يفوت على عند الجنين وما لازم يكون عم يشرب الفوريفر ألوفيرا جل. تاني منتج عندنا الفوريفر بي بولن والفوريفر بي بوبلس، كمان لأنه معقول يسببوا حساسية للأم. عندنا كمان الفوريفر أباتاكير ما لازم يتاخد لأنه بيكون فيه فيتامين A، الفيتامين A كترته معقول تسبب مشاكل للجنين. عند الفوريفر غارسينيا بلس والفوريفر ثيرم هو الاثنين كثير مهمين، كثير بيجي اسئلة عنهم اذا المرأة الحامل فيها تاخذهم. من الافضل انه لا، لانه بس بدي اذكركم شيء، المرأة الحامل ما لازم تضعف هي وحامل، لازم بس تحافظ على وزنها، اكيد وزنها بيزيد، فما لازم واحد يلعب بهالوزن ياخذ غارسينيا او فوريفر ثيرم، اللي هن منتجات بيساعدوا على مثل الحفاظ على الوزن ويخسر الواحد وزن كمان. فأنا بفضل ما ياخدوا Forever Garcinia Plus أو Forever Term، عشان بس ياكلوا أكل صحي. ومن المهم جداً أنه مثلا يركزوا أكثر على الخضروات، على الفواكه، على البروتينات مثل اللحم، الدجاج، السمك، يكون مشوي أفضل من مقلي. يركزوا أكثر كمان على المشي، مهم كتير جدا يتحرك وما يضل الواحد قاعد. وكمان ما تاكلوا أهم شيء كتير مقالي لأنه حيعملكم وجع معدة ومعقول يعملكم ريفلوكس أو حرق. عندنا كمان Forever Lyceum
ما لازم يتاخذ، لانه فيه الكرز معقول ياثر على الحمل. والفوريفر فيجن لانه كمان فيه فيتامين اي، مثل ما قلت لكم اذا كثره الفيتامين اي بتسبب شويه مشاكل اذا اخذناه اكيد بكميه كثير كبيره، بكميه صغيره ما بياثر ابدا، بس فشي لما تكون مالها حامل ما بدنا ناخذ اي ريسك. وعندنا الفوريفر لين اللي هو كمان بيجي من ضمن مجموعه خساره الوزن، فمثل ما قلنا غارسينيا والفوريفر لين والثيرم من الافضل نتجنبهم لما المراه تكون حامل. هلا هو شو هي المنتجات اللي بالافضل انه فيكم تاخذوهم، بس من الافضل تسالوا طبيبكم قبل استخدامهم اذا كنتوا حامل. اول منتج هو الفوريفر ابزوربنسي، افضل تسالوا طبيبكم لانه معقول طبيبكم يكون كمان عم يوصف لكم كم ادويه وبقلبهم بيكون في هالفيتامينز او يعطوا نفس الافكت، فما لازم ناخذهم كذا مره. مثل عندنا الفوريفر ابزوربنسي، الفوريفر جينكو بلس، فوريفر كالسيوم. عاده طبيبكم معقول يكون عم يعطيكم اوريدي كالسيوم، فما بدنا ناخذ كالسيوم بكثافه. عندنا الفوريفر ايمو بلاند، فوريفر ديلي، والار جي بلس. الأفضل تسألوا طبيبكم قبل استخدامه. هلا هذا ايميلي، اكيد فيكم تبعثوا لي ايميل لما بدكم اذا عندكم حيالله سؤال، وانا هلا حاخذ اسئلتكم. شو بدكم اسئله بليز سالوني هلا باي تشات، او حاعمل كمان انميوت للكل وحابه اسمعكم وساعدكم قد ما فيي. بليز تفضلوا. تفضلوا الكل اون ميوت، مين حابب يسأل أسئلة؟ إذا بدكم على الشات إذا حابين تسألوا أي سؤال، إذا ما حابين إذا ما عم يطلع صوتكم. مرحبا لين، يعطيك العافية. مرحبا دانيا. أيوة معك دانيا. شو أخبارك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ الحمد لله. في الفايبر كمان يمكن ممنوع عن الحامل تأخذه صح؟ شو هو ما سمعتي؟ فايبر. فايبر. أيوة لا إيه. الفايبر. الفايبر، فوريفر فايبر، مضبوط. الفوريفر فايبر يعني ما حيأثر دايركتلي على المرأة الحامل، بس من الأفضل تجنبه لأنه معقول يسبب إمساك بهالحالة. تمام، وبعض الأشخاص بيسبب لهم نفخة كمان الفايبر. النفخة، مضبوط قلت نفخة؟ نعم، لأنه نفخة هي لأنه يعني أو إمساك أو نفخة، لأنه بيكون هني ما معودين ياخذوا كثير فايبر، فبتقدر تاخذيها لما تكوني حامل من المأكولات اللي بيجوا هن مثلاً بالفواكه أو بالقمح الكاملة، خبز القمح الكاملة. طب الأفضل تأكلها من الأكل. تمام تمام، الله يعطيك العافية، شكراً كثير لك. سؤال تاني كمان، مين حابب يسأل عن الحوامل أو عن المنتجات اللي يمكن يخدمها المرأة الحامل؟ يكون تكتبوا إذا بتكون على الشات أو تسألوا. فيني سؤال تاني بعد إذنك؟ أكيد ما بدك، تفضلي. تسلمي. بالنسبة للكريمات، في إلها أي تأثير حوامل؟ مثلا R3 فاكتور، الفا اي فاكتور، الايبي بلانك او اي شيء، لان كثير احيانا بيجينا اسئله على هذا الموضوع انه الكريمات هل هي من فوريفر حصرا يعني في لها اي تاثير ولا عادي؟ ايه هلا عاده لا، الكريمات ما بياثر اي يعني عاده على الحمل، بس من الافضل يعني اكيد انه اذا بتحبي تساليني بتفاصيل عن اي منتج اكزاكتلي عم تستخدميه لقلي كذا بيأثر أو لا، بس عادة ما بيأثر أبدا. يعني بيقولوا أنه حتى الألوفيرا جل تحطيه على جسمك ما بيأثر على الحمل، مش مثل لما تكوني عم تشربي. تمام
يسلم والله يعطيك العافية، شكرا لك. حدا تاني عنده أسئلة؟ خلي ساعتكم اليوم. إذا بدكم نرجع من حتى المنتجات اللي فيهم يتاخدوا من المرأة الحامل أفضل، ترجعوا بتشوفون إذا حلم جديد فات كمان على الشات. فا أول منتج اللي فيه يتاخد هو الألو بلاسم هيربل تي، هو الشاي. ثاني منتج الفيلدز أوف جرينز. ثالث هو الفوريفر لايت ألترا. فينا كمان ناخد البي 12، البي 12 مهم جدا للمرأة الحامل. الفوريفر نيكترمن والأركتيك سي كمان. نترك هاي الصفحة. هلا أنا حدا عنده سؤال تاني كمان؟ أنا ناس فاتوا هلا على الشات، إذا حابين تسألوا أي سؤال عن منتجات اللي شو بتاخذوا من المرأة الحامل بليز تفضلوا. ايوه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافيه. بسال بس عندي استفسار بالنسبه لل، اولا شكرا لك على المعلومات القيمه الجميله اللي تكلمت فيها كل شوي، لكن بتكلم بالنسبه لمجموعه كلين ناين. اوكي جميل. بالنسبه لمجموعه كلين ناين الألوفيرا جل، لو تكفينا استبعدنا الجارسيني والثير، الألوفيرا جل اكتفينا فيه بالألترا لايت، لأنه في بعضهم بيسأل كثير بالنسبة للحوامل بالنسبة للمرضى. دائما احنا بننصح، ما بننصح بالكلين ناين منتجات وجميعها ما تستخدمها المرأة الحامل أو المرأة المرضع. لو استبعدناهم اكتفينا بالألوفيرا جل والألترا لايت، هل بيناسبهم يستخدموها؟ لا ما لازم، مثل ما قلت انا قبل، الالوفيرا جل مثل ما اذا بتشوف هلا على السكرين حاطه انا انه الالوفيرا جل ما لازم يتاخذ من المراه الحامل. اللايت الترا فيها تاخذه، سو بس اللايت الترا من هيدي المجموعه فيها تاخذ من المراه الحامل. تمام تمام، يعطيك العافيه، شكرا لك. مين حابب يسال؟ سوسن. نعم، إذا ما عم يطلع صوتي فيك تكتب إذا بديك على الشات، عم بقدر أنا أقرأ. يلي حابب يسأل أي سؤال هلأ هو الوقت، أنا هون بساعدكم عن شو ما بدكم. إذا ما عم يطلع الصوت عندكم فيكم تكتبوا، لأنه عم بقدر أقرأ الشات. وعليكم السلام سمية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. في المكمل الغذائي اسمه بي 12، هل ينفع الحامل او قبل الولاء قبل الحمال؟
نعم أكيد هو بينفع لقبل الحمل وخلال الحمل. أنا حكيت عنه، أنا هأرجع أفتح صفحة البي 12 أرجع أفسر لك شوي أكثر ليه مهم جدا للحوامل إنه ياخذوا البي 12. هاي هي الصفحة. أول شيء البي 12 بقلبه بي 12 وفوليك أسيد، يعني حمض الفوليك، هول كثير مهمين جدا بأول 6 أشهر من الحمل او حتى للمرأة اللي حابة تحمل. اوكي، ومهمين كمان جدا للي حدا عنده فقر دم، بيعطوكم طاقة اكتر وبيخليكم تركزوا اكتر. فيكم تاخدوا حبتين بالنهار افضل بعد الوجبة. اوكي، سو بعد كتير للمرأة الحامل. بعد شو استفسار؟ عادي ما يضر اتكلم عادي ما يضر الحمل؟ لا ما بيضر على الحمل. يلا شكرا. ما له اثر جانبية؟ لا لا ما له، هو خصيصا معمول لانه المرأة الحامل تقدر تاخده. يا مشكورين، ما قصر. شكرا لك. عندي سؤال للأبزوربنت سي، كم حبة فيهم ياخذوا بالنهار للمدخنين مش للمرأة الحامل؟ مثل ما قلنا المرأة الحامل إذا بتاخذ الأبزوربنت سي الأفضل تسأل طبيبة قبل ما ياخذوا هذا المنتج. الأبزوربنت سي بيتاخذ، ثواني، فيكم تاخذوا حبة 3 مرات باليوم للمدخنين، برجع بتذكر مش للمرأة الحامل. اوكي، حبة 3 مرات باليوم بتجي العلبة فيها 100 حبة، فبتضاين تقريبا شهر. الجارليك تايم، عندنا سؤال ثاني على الجارليك تايم. الجارليك تايم كمان في تاخذ حبة 3 مرات باليوم كمان مثل الابزوربنسي. اوكي، اوكي. في حدا بيلدا هلا فاتت، انا حارجع اعيد عن منتجات اللي المرأة الحامل فيها تاخذهم. اول منتج هو الشاي اللي هو الالو بلاسم هيربل تي. اوكي، ليش فيها تاخذه المرأة؟ لانه ما فيه كافيين وما فيه كالوريز، فما حيأثر على الجنين. فيكم تاخذوه كمان سخن او ما بيأثر. المنتج الثاني اللي المرأة الحامل فيها تاخذه هو الفيلز اوف جرينز. الفيلز اوف جرينز مهم جدا لانه عاده المرأة الحامل بتصير معها امساك او ما بتهضم مضبوط الاكل، فهذا الشيء حيساعدها، هذا المنتج حيساعدها. وفيها فيكم تاخذوا حبه مرتين بالنهار بتجي العلبه فيها 80 حبه. المنتج اللي كمان المرأة الحامل فيها تاخذه هو الفوريفر لايت الترا. المهم جدا انه المرأة الحامل تزيد البروتين عندها لما تكون حامل، فالفوريفر لايت الترا هو الحل المناسب لانه سكوب وحده فيها 14 جرام من البروتين، وفيكم تزيدوا لها الحليب ليطلعكم بروتين بعد اعلى، ثم حيسبب كمان اي مشكله. مثل ما قلنا حكينا كمان اوريدي عن فوريفر بي 12، بنرجع بنعيد انه الفوريفر بي 12 مهم جدا لانه بقلبه بي 12 وبقلبه الحمض الفوليك يلي هو بيساعدوا على اول 6 أشهر من الحمل. كمان مهم جدا لانه للعالم اللي عندهم انيميا وبحبوا كمان يركزوا اكثر او يصير عندهم ذاكره افضل، فيكم تاخذوا حبتين بعد الوجبه بالنهار. المنتج كمان يلي فيهم تاخذ من المرأة الحامل هو الفوريفر نيتشر مان. هذا المنتج مهم جدا لانه بقلبه كثير من المينرالز، وفيه اعلى نسبه من الحديد من منتجاتنا كلهم، والمراه الحامل عايزه الحديد بتكون هي بحملها. كمان مهم جدا للعظام، وبقلبه كمان قصدي كمان منيح للعالم اللي عندهم فقر دم او انيميا. اوكي، بتجي العلبة فيها 180 حبة، فيكم تاخذوا 6 حبات بالنهار كمكمل غذائي. أنا بنصحكم تاخذوا مثلا مرتين على التلوية أو مرتين على الغداء ومرتين على العشاء.
كمان عنا فوريفر اركتيك تي في بتاخد من المرأة الحامل لأنه ما حيأثر أبداً على الجنين. بقلبه أوميجا 3 بيساعد على الدورة الدموية وكمان على التركيز على العقل. فيكم تاخدوا 6 حبات بالنهار، كمان حبتين مع كل وجبة. وهول هن المنتجات اللي الأفضل إنه ما يتاخدوا من المرأة الحامل. هول المنتجات اللي الأفضل نتجنبهم إذا كانت المرأة حامل. هشوف شو عم تكتبوا على الشات وحبلش جاوب على أسئلتكم. لتنظيم الهرمونات عندي سؤال من غنوة، فيكم تاخدوا الفيتولايز وومن. الفيتولايز وومن احسن يتاخد اكيد قبل الحمل بس لتظبط الهرمونات. وفيكم بتحبي تعرفي اكيد يعني حقلك كم حبة فيكي تاخدي بالنهار من الفيتولايز وومن. فيكم تاخدوا حبتين بالنهار مرتين، يعني 4 حبات بالنهار. اوكي بيجي العلبة فيها 120 حبة. هلا للفيتولايز وومن. شوف كمان بالنسبة للكريمات هاي يمكن على شوي. هلا انا حاحكي اليوم بس عن منتجات اللي هن مكملات غذائيه، كريمات ما حنحكي عنها اليوم. البي 12 نعم مفيد للحوامل. نيتشر مان مفيد للحوامل، انا دي حكيت عنه. زيت السمك نعم مفيد للحوامل والجنين ما بيأثر. هل كلها مسموحة من هل كلها مسموحة هل كلها مسموحة بلا استثناء؟ ايه عندي السؤال اذا الكريمات كلها مسموحه بلا استثناء. نعم فيكم تستخدموا الكريمات ما في مشكله لانه يعني كلها من برا تستخدم. سوري كنت صار في عطل صغير. اي سؤال ثاني عم بسمعكم كلكم، فيكم تحكوا اذا حابين. عندي سؤال الله يعطيك العافيه. عم حاول طالع الاسئله من عندي من كثير مشان نشغل شوي المحاضره. اتفضلي. هلا اذا كان صبيه مثلا اخذت كلين 9 وبنفس الشهر طلعت حامل، في اي شيء ممكن يكون ياثر على البيبي او عليها؟ هلا هي الالوفيرا جل في بتاخذ قبل ما المراه تحمل ما في مشكله، بس اول ما تعرف حالها حامل من الافضل انه توقف تاخذ كلين 9. بس انه ما حيأثر ما حيسبب دغري مشكل على الجنين، عرفت علي؟ بس من الافضل انه اول ما تعرف حالها حامل توقف تستخدم كلين 9. تمام يسلمون. عم حاول والله طالع اسئله كثير انه من يعني انه مشان هيك نعطي نفيد الجميع. يعني شكرا كثير لك يعني. ولا ابدا انا هون لساعدكم، شو ما تفكري باي سؤال انا هون للسته، بعد نص ساعه فكروا اللي بدكم حساعدكم. تمام يسلمهم الهي، شكرا كثير. سؤال ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام سمية، تفضلي. ممكن اعرف طيب ايش كمان المكملات الغذائية اللي ممكن تاخذها بعد بعد الولادة؟ بعد الولادة قصدك لما واحد تبدع؟ اي اوكي. هلا الرضاعة كمان هي تقريبا نفس الشيء مثل لما الوحدة تكون حامل، اوكي. الافضل انه تمشوا على نفسهم.
هعمل تاني مرة ويبينار خصيصا. ذكرتيهم أنا ما حضرت من البداية. نعم سوري. ذكرتيهم أنا ما حضرت من البداية، ذكرتي الممنوعات؟ ذكرتهم كلهم، حأرجع أذكرهم إذا بتحبي، إذا ما في مشكلة معي. وكمان بس للمرض عم تردع بصير فيها تاخذ السترم أو الجارسينا أو الجيما ما في المشكلة، رح تكون عم بتحافظ على وزنها. بس حأرجع أحكي عن المنتجات اللي بتاخذوا لما المرأة تكون حامل، أوكي؟ أوكي إيه كتبتهم. تمام تمام. أول واحد بديك تساعدهم؟ لا لا كتبتهم خلاص بس يسلم عليك، إذا في برجع أسألك. يلا تمام. بحب أذكر كمان إنه المرأة اللي عم بترضع كمان ما لازم تشرب الألوفيرا جل، لأنه معقول يعني ينشرب من البيبي. أي أسئلة؟ أنا أردت حكيت عن المنتجات اللي فيهم يتاخذوا من المرأة الحامل. إذا حدا في تجديد على الشات وحابب يرجع يعرف عنهم بليز رجعوا خبروني، وأكيد برجع بذكرهم لهالمنتجات. إذا عندكم أي أسئلة؟ اللي مستحي ما حابب يطلع صوته فيه أكيد يكتب على الشات. للمنتجات اللي الغدة عم تشتغل زيادة عن اللزوم، عادة فيهم يشربوا الفوريفر ألوفيرا جيل، الأركتيك سي بيساعد، بس أكيد ما يتاخذ أبداً فوريفر ثيرم. أوكي، شو كمان النظر فيهم ياخذوا الفيجن فوريفر فيجن، هذا الشيء معقول يساعد نظرهم. أوكي، والفوريفر أركتيك سي. لين بالنسبة كمان عندي سؤال، بالنسبة لمدة المنتجات مثلاً أركتيك سي او ديزول، قديش ممكن ياخذوهم المده؟ شهر اثنين او علبه اثنتين؟ يعني شو ممكن مناسب ولا لازم نكون نسال الطبيب على هذا الامر؟ هلا ليك انت لما تكوني حامل بدل بدك تشوفي طبيبك تقولي له كل شيء عم تاخذيه مزبوط ولا لا. الفايبر اكتيفيتي عاده فيك تاخذيه لمده طويله ما بياثر ابدا، بس انه من الافضل كمان دائما لما المرأة تكون حامل بلكي هي عندها كومبليكيشنز او مشاكل، الطبيب يعني كل مرة حامل بتمرق بشيء مش مثل غيره، عرفت؟ كل واحد عنده يعني نوع حمله بيكون غير عن البعض، مش هيك ما بدي كثير انا عمم، بس انا بقول الفوريفر اركتيك سي فيكم تاخذوه على مدة طويلة ما بيأثر. الفوريفر بي 12 كمان ما في مشكلة فيه اذا بيتاخد، بس الافضل كمان لما يكون طبيبكم اوريدي عم يعطيكم مثلا امرار حديد او فوليك اسيد، فبس استشيروا طبيبكم لما تكوني حامل بهالموضوع، بس ما بي يعني ما فيه سايد افكت. تمام، يعني كل المكملات كان ممكن ناخذها فترات منيحه او طويله شوي، بس بعد استشاره الطبيب انه هون يعطينا المده الكافيه. اكيد انا هون اللي حكيت عنه من المنتجات اللي ما يعني كنت بقول لك كنت قلت بس لازم يتاخذوا على شهر او شهرين، عرفتي؟ بس هو انه ما تاخذوا اكثر. تمام خلاص ماشي، سلمهم يا رب. عندنا سؤال ثاني؟ اوكي ده جاوبنا عليه اوريدي، مدة المنتجات. اوكي شو ما بدكم اسئلة كمان؟ يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. الله يعافيك. بسأل بالنسبة للمنتجات الغير سبلمنت الغير مكملة غذائية، هل جميع المنتجات مناسبة للحوامل؟ يعني ما في أي مشكلة عليهم؟ الكريمات مثلا. ايوه ايه، بس انت عندك شيء خصيصا بتحب تعرف عنه؟ هلا انا اليوم بس ما بحكي عن المكملات الغذائيه، عن ما حيأثروا، يعني في شيء خصيصا بتحب تعرف عنه او لا؟
لا، لانه بعض الاحيان تجينا اسئله استفسارات عن بعض الكريمات، مثلا اللي هو الالوفيرا جيلي، البروبليس مثلا، اللي هو كانت مجموعه زهره الشباب، فكانت تجينا اسئله هل هي بتتناسب مع الحوض، ما في لها اي مشاكل. فاحنا دائما بنقول انه اغلب الكريمات ما فيها اي مشاكل، بس لكن لا أنا هذا كنت أكيد بسال هل إيه، كنت قلت هون بس مثلا كل شيء فيه فيتامين A مثل ما قلت عنه، من الأفضل إنه ما نكتر منه، بس الباقي لا ما حيأثر على الجنين يعني أبدا. جميل جميل، ممتاز ممتاز. طيب الحين المكملات، طيب اللي تم ذكرهم انه لا تناسب الحوامل، هل بقية المكملات مناسبة؟ يعني بس فقط المنتجات اللي، ايوه أنا حكيت عن يعني المنتجات اللي فيها المرأة الحامل تاخذهم والمنتجات اللي لازم تتجنبهم. هلا في منتجات كمان حكيت عنهم الفقرة إنه لازم يسأل الطبيب قبل ما يتاخذوا. أوكي ممكن تعيدي هذه الفقرة، لأنه ممكن تعيدي أكيد المنتجات اللي، يا ليت تذكري، الله يعافيك. هل تبعت الطبيب؟ أيوة حقت الطبيب، نعم. هو الأفضل تسأل طبيبك قبل ما يتاخذوا، مثل الفوريفر أبزوربنت سي أول منتج، عندنا الجينكو بلس كمان، عندنا أيوة الكالسيوم، الايمو بلاند، جميل، البي والار جي بلس. حلو، يا ليت تحطي اليوم في الشاشة بس عشان نصورها، عشان نصور بس ال، عم عشان بس بتشوفها؟ بصورها. أيوة يلا عشان نصورها الآن. يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا لك. عندي سؤال هون، اذا مالتي مكه مفيد للحوامل؟ لا المالتي مكه ما لازم يتاخذ للمراه الحامل، فيك تاخذيه قبل بس لتأول خصوبه، قبل ما واحد الوحده تحمل. اذا حابين تسالوا بعد انا هون. وشو ما بتكون هلا عم نحكي اليوم عن عن منتجات المرأة الحامل اللي فيها تاخذهم. اذا بدكم تكتبوا كمان عم بقرا كل الشات اللي ما حابب يطلع صوته. منتجات العسل، نعم سمية تفضلي. ايه سو المنتجات العسل قصدك اي، بس الهوني العسل هو، ولا منتجات مثل البي بروبوليس بي بولن؟ هو ما لازم تاخده العسل، ما في مشكله اذا بيتاخد يعني ما حيأثر. المكملات ايه اللي حكيت عنه، المكملات العسل افضل ما يتاخده لا لما تكون المرأة حامل. هرجع حط السلايد يلي هن المنتجات اللي ما لازم يتاخده من المرأة الحامل، هو هذا المنتج، هذا الصفحة. اوكي الفوريفر الترا لايت، ايه فيها تاخذ اكيد المرأة الحامل فوريفر الترا لايت لانه فيه بروتين. المرأة الحامل بيكون عايزة بروتين اكثر لما تكون حامل، فالفوريفر الترا لايت نعم بتاخد. وهيدي هي الصفحة اذا بدكم تصوروها او شيء للمنتجات اللي ما لازم يتاخذها او المكملات اللي ما لازم يتاخذها لما المرأة تكون حامل. إذا عندكم حيالله سؤال أنا هون بساعدكم. جربوا تذكروا شو بيطلع لكم أسئلة من الـ SPOs، شو أكثر شيء بيجيكم عن عن الحوامل، إذا في شيء منكم مأكدين منه جربوا تذكروا. هلا هو الوقت لجوابكم كمان، لأنه عم نسجل هيدي الويبينار فبنكون كمان عم نجاوب العالم الباقية اللي بدهم عندهم استفسار عن هذا الموضوع. في معلومات هي صفحة المعلومات.
الفاست بريك برو اكس بينفع. مره استشوني تاكل فيون بروتين كمان، والمره الحامل عايزه تاكل بروتين، سو ايه فيون تاخذوا الفاست بريك والبرو اكس؟ لا احكي لها عنه الكينز اوف كوينز بيتاخذ من المراه الحامل، لانه بالعكس بتساعد اكثر المراه الحامل، لانه لما تكون مراه حامل بصير عندها امرار مشاكل امساك او ما بتهضم مزبوط. فرح افتح لكم صفحه لزهره اللي سالت عن الكينز اوف كوينز، في يتاخذ من المراه الحامل، نعم بتساعد على الامساك كمان على الهضم الصحيح، فيكم تاخذوا حبه مرتين بالنهار، العلبه بيجي فيها 80 حبه. اليوم ما حنا نحكي عن منتجات البشرة، ولا حنجيكم لويبينار تاني خصيصا للمرأة الحامل شو فيها تاخد او كيف فيها ترجع تضبط بشرتها من بعد الحمل. اوكي اليوم بس حنحكي عن مكملات غذائية. ايه هيدا سؤال مهم سألته، مين بس كنت سأله؟ غنوة؟ عن الخصوبة؟ ميرنا. ميرنا بس حافتح لك هلأ صفحة للخصوبة، شو هن المنتجات اللي فيها تاخدهم المرأة لتقوي خصوبتها؟ هيدي هي الصفحة. اوكي فيها تاخد المالتي مكة، الرويال جيلي، الفيتولايز، الاركتيك تي كمان بيتاخد، الالوبيري نكتار، والجنشيا. الالترا لايت فيها تاخذ المراه المرضعه، بس من الافضل انه ما تاخذ شيء لانه اوريدي بيكون عندها حليب والجنين عم يشرب الحليب. افضل كمان انه الجنين يكون عم يشرب الحليب البيور تبع الام، يعني ما يشرب شيء ثاني لانه بيكون فيه بروتينات اعلى الفوريفر لايت الترا. الالوبيري نكتار لا مش مفيد للحوامل، مفيد لتعلي الخصوبة قبل ما تحمل. نعم عم نسجل هذا الفيديو وحنحطه على السوشيال ميديا اكيد. الجنشيا مثل ما قلت مفيد لقبل الحمل مش جورينج مش خلال. خلاص ما فهمت عليك شو قلت اخر شيء؟ ما بقى شيء. حدا عنده أي سؤال فيكن تحكوا، فيكن تكتبوا على الشات. بعد في ربع ساعة إذا بتعرفوا حدا حابب يضمنا على الشات أو يعرف أكثر عن منتجات الحوامل، في حدا عم يحكي؟ لا 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 لايت الترا فيه بتاخذ من المراه المرضعه، ما قلت شيء بالعكس بيتاخذ ما بيأثر ابدا على هذا الموضوع، بس انا بقول انه البيبي افضل يكون عنده بيور ميلك من تبع الام، بس بيتاخذ من المراه المرضعه ما في مشكله. الاكتف بروبايوتيك فيكم تاخذوه اذا كنت مراه حامل، بس مثل ما قلت افضل تسالوا طبيبكم، بس هو يعني ما بيضر بيتاخذ كمان اذا المراه حامل. للناس اللي فاتوا جديد على الشات وحابين ترجعوا تعرفوا عن منتجات الحوامل، حارجع عيدهم بس هيك على السريع، وشو هن المنتجات اللي بتاخذوا من المرأة الحامل.
أول شيء هيدي الصفحة للمنتجات اللي بتاخده لنزيد الخصوبة قبل الحمل، أوكي؟ اللي عندنا المالتي ماكا، الرويل جيلي، الفيتاليز، الأركتيك سي، الألوبيري نكتار والجنشيا. هلأ المنتجات اللي بتاخده خلال الحمل هن الألو بلاسم هيربل تي، وما بلقتش كمان على أي شيء. اوكي بس هنرجع لتصوروا الصفحة إذا حابين تصوروها. هأرجع عيد المنتجات اللي فيكم تاخدون خلال الحمل. أول منتج هو الألو بلاسم هيربل تي، بيتاخد ما بيأثر أبدا على الجنين. ثاني منتج الفيلز اوف جرينز، لانه بيساعد اذا المراه كان عندها امساك او هضم منه كثير منيح، مشاكل بالهضم. الثالث منتج هو الفوريفر لايت الترا، لانه المراه الحامل عايزه بتكون بروتين اعلى، فهذا المنتج فيه بروتين فبيساعدها بشكل كتير منيح، ما بيأثر كمان على الجنين. فيكن تاخدوا 1 سكوب تخلطوها مع حليب. البي 12 مهم جدا للمرأة الحامل خصيصا بأول 3 اشهر من حملها، اوكي؟ فيكن تاخدوا حبتين بالنهار افضل بعد الوجبات. النيتشرمان كمان كتير مهم للمرأة الحامل لانه فيه حديد، هيدا بقلبه اعلى نسبة حديد من منتجات فوريفر، فكمان مهم للاشخاص اللي عندهم انيميا او فقدان. كمان الفوريفر اركتيك سي بيساعد المرأة الحامل للدورة الدموية بشكل عام. وهول هن المنتجات اللي ما لازم يتاخدوا لما المرأة تكون حامل. بليز إذا بتحبوا تصوروها كمان للصفحة تفضلوا، أهلا وسهلا. الفوريفر الترالايت بينشرب يعني من عمر يعني 5 سنين وطالع، يعني لما بلش الولد يصير يوقف يشرب حليب العادي وفي يشرب شو ما بده او ياكل شو ما بده، فيكم تبلشوا تفوتوا الفوريفر لايت الترا. فيكم اول شيء تبلشوا بنص ملعقه بعدين تزيدوا شوي شوي. الترالايت تفضلي، اكيد ثم سمعنا هذا اللايت الترا اذا بتحب تسويها. بحب اذكركم هذا الفيديو عم نسجله وحننزله لما نخلص على السوشيال ميديا، فكل شيء حيكون موجود. اي سؤال فيكم تحكوا تفضلوا تكتبوا اذا ما حابين تحكوا. بعد ما قلنا شو موضوع الحلقه القادمه وبس نحن عم نعمله كل شهر، اذا في شيء انتم حابين اني احكي عنه بليز اكتبوا وباخذ افكار منكم لحضر لكم شيء عدوكم. عندك شيء سميلة حابه انه تعرفي عنه اكثر؟ شكرا غنوة لك. بذكركم انه تسألوا طبيبكم قبل استخدام هالمنتجات اذا كانت المرأة حامل. هرجع اعيدهم، من الأبزوربنت سي، الجينكو بلس، الكالسيوم، الايمو بلاند، فوريفر ديلي والار جي بلس. اذا كمان حابين تصوروا الصفحة اهلا وسهلا تفضلوا. اوكي عم باخذ افكار كنت انا فكرتي كثير منيحه، فينا نحكي عن المراه المرضعه شو فيها تاخذ، فينا نعملها كمان قريبا جدا، حتى عن العنايه بالبشره، حساسيه، مكملات المراه المرضعه. اوكي
شو حابين كمان تعرفوا، بس اعطوني افكار لحضر، واذا بدكم تبعتوا لي كمان ايميل هذا ايميلي لما بدكم، انا دائما برد عليكم. سو تفضلوا اهلا وسهلا اذا بدكم تصوروا الصفحه. إذا بدكم تبعتوا لي الأفكار على هذا الإيميل، هيك أنا بصير باخذ أفكار، شوف شو أكثر شيء مطلوب وبحضر لكم ويبينار عنه. إيه ما في مشكلة، فيها تاخذ اللي حكيت أنا عنهم هول، ما بيأثروا على الجنين حتى من أول شهر. الحبوب الكولاجين من الأفضل إنه لا نتجنبهم، أوكي، بالمرأة الحامل. فيها كمان أكيد تسأل طبيبة قبل استخدامهم. أي سؤال قبل ما ننهي الويبينار؟ شكرا لك دانيا. أكيد سمية، شكراً، الله يعافيك. بكرة أنا هحكي عن نفس المنتجات بس بالإنجليش، إذا بتعرفوا حدا كمان من your team أو حابب يعرف عن المنتجات بالإنجليزية هنحكي بكرة عن هذا الموضوع نفس الوقت كمان. و حتى إذا تذكرتوا أسئلة بالإنجليش فيكم تبعتوا لي بكرة بجاوبكم بالإنجليش. أي سؤال قبل ما ننهي المكالمة؟ شكراً مريم، الله يعافيك. إذا عندكم إذا تذكرتوا أي سؤال تاني بليز هيدا إيميلي هون محطوط على الصفحة. الشاي فيهم يتاخد، زهرة عم جاوبك على سؤالك، نعم الشاي بيقدر تقدر تاخده حتى إذا هي قبل ما تحمل، ما في مشكلة حتى هي وحامل. اليوم ما حنحكي عن منتجات التشققات أو منتجات البشرة، عم نحكي بس عن المنتجات المكملات الغذائية للمرأة الحامل. إن شاء الله next time نحكي عن منتجات البشرة. ايه فيها دلة تستعملوا زهرة للشاي مثل ما قلت، هذا ما بيأثر على الحمل. شكرا للكل. مثل بدي ارجع اذكركم انه الويبينار مسجل وحينزل على السوشيال ميديا، فيكم ترجعوا تحضروه وتمرقوه للي بدكم. شكرا كثير وباي.